لنعمل كرات جوز الهند بالبرتقال احنا بحاجه لثلاث اكواب من جوز الهند المبشور، ثلاث ارباع كوب من السكر، ربع كوب من الطحين، اربعه من بياض البيض، معلقه كبيره برش برتقال، ومعلقه صغيره فانيلا، شوكولاته مذوبه للوجه. هنحط المكونات الجافه مع بعض. هم جوز الهند، جوز الهند، وعندنا معلقتين كبار بس، معلقتين كبار من الطحين، بس معلقتين، بس معلقة عشان بدك انت طعم الجوز الهند. لا هو ما بتحطلهاش، يعني في ناس حتى بيعملوها من غير جوز هند اصلا. اوكي طيب، وعندنا هنا من غير طحين. غاده خلينا نوضح. ايوه، وبعدين هنحط كمان برش البرتقال بقى، هو اللي هيديها نكهه لذيذه جدا. وعندنا كمان السكر، هنقلب كل الكلام ده بقى مع بعضه كده. ايوه، دلوقتي هناخد أربعة بياض بيض. أربعة بياض بيض. هنفصل البياض عن الصفار. اوكي، اوكي. طيب دلوقتي احنا اخدنا الاربع بياض وهنحطهم. انا ممكن تحطوا فانيلا وممكن ما تحطوش، لان احنا اوريدي حاطين برش برتقال وهو طبعا زي الفانيلا. بيقيمز بالظبط. هنحط بياض البيض. طيب شوفي دلوقتي احنا ده بقى الخليط اللي عندنا. شايفه؟ انا شايفه. خلاص هناخد، شوفي قد ايه سهل، ما فيهوش اي حاجه. هناخد دلوقتي الخليط اللي عندنا ده، ممكن تجيبي لنا الصينيه اللي تحت لو سمحتي، اي واحده فيهم بدك، الحمراء الكبيره. كبيره هالقد؟ اوكي، تسلم ايدك. طبعا احنا بنعملها بالمقاس اللي احنا عايزينه. يا سلام. صغيره كبيره، زي ما تحبوا. تمام، هناخدها نحطها في الفرن. طبط. دي بتقعد تقريبا اقصى حاجه 20 دقيقه يعني مثلا. بياض فيها. وعلى درجه حراره 170، يعني 170 180 حسب الفرن.